في الفيديو السابق قمنا باشتقاق معادلة الغاز المثالي، وهي الضغط P ضرب الحجم V يساوي عدد الجزيئات N ضرب الثابت R ضرب درجة الحرارة T. وقلنا أن الضغط يتناسب عكسيا مع الحجم وطرديا مع عدد الجزيئات ودرجة الحرارة. كل هذا تعلمناه من الفيديو السابق، ومن فاته ذلك الفيديو وأراد أن يتعلم كيفية اشتقاق هذه المعادلة فما عليه إلا أن يرجع إليه ويتابعه أو يتابعه. رائع. ما رأيكم الآن بتطبيق هذه المعادلة في بعض المسائل؟ لدي وعاء مثلا لترين، أو يمكننا أن نقول حسنا بالون 2 لتر، and 2 liters balloon containing، يحتوي على غاز الهيدروجين، containing H2. رائع. وطبعا وكما تعلمون فإن جزيء الهيدروجين يتكون من ذرتين، لذلك نكتبها بهذا الشكل. إذا بداخل البالون هيدروجين، ونفرض أنه على درجة حرارة مثلا دعونا نقول 30%. رائع. أو آسف، يجب أن تكون 30 درجة مئوية. لم أفطر جيدا هذا اليوم، ربما لهذا السبب كتبتها بالمئة. لا علينا. ولنفرض أن الضغط خارج البالون، طبعا الضغط خارج البالون يساوي الضغط داخل البالون، يساوي 2 ضغط جوي، 2 أتموسفير. إذا السؤال هو كم عدد مولات الهيدروجين داخل البالون؟ كم عدد مولات الهيدروجين داخل البالون؟ نعم، how many moles of hydrogen. رائع. طبعا لمعرفة ذلك يجب تطبيق معادلة الغاز الطبيعي التي نعرفها. وبما أننا نتعامل مع اللتر والضغط الجوي، يجب أن نتأكد أننا نستخدم ثابت التناسب الصحيح R. لذلك لنكتب كل الوحدات، لدينا 2 ضغط جوي ضرب الحجم وهو 2 لتر، ويساوي N هي عدد جزيئات غاز الهيدروجين داخل البالون، ووحدة قياسها هي المول. إذا N ضرب الثابت R، دعونا نكتب هذا R ضرب T. الآن ربما تريدون أن تضعوا درجة الحرارة بوحدة الدرجة المئوية، ولكن مع معادلة الغاز المثالي أو في مواضيع الديناميكا الحرارية بشكل عام، الحرارة يجب التعامل معها بوحدة الكلفن. وكنوع من المراجعة، ما هو الكلفن؟ هو فقط مقياس مختلف، ولا بد وان مر معكم في كتاب ما يستخدم الكلفن في القياسات العلميه، لانه مقياس لدرجه نشاطات الجزيئات في الماده. وعند درجه 0 كلفن، ويسمى الصفر المطلق، تتوقف حركه الجزيئات تماما. دعونا نقارن بين الكلفن والدرجه المئويه. كان هذا مقياس درجه الحراره بالمئوي، والاخر بالاحمر بالكلفن. طبعا مقترح مقياس كلفن هو المهندس الفيزيائي اللورد كلفن. دعوني اشرح لكم كيف توصل الى هذا المقياس بسرعه. بعد عده تجارب قام بها، اكتشف ان اقل درجه حراره يمكن الحصول عليها، والتي عندها تتوقف حركه الجزيئات تماما، هي سالب 273.15% في المئوي. اذا هي ناقص 273.15% درجه مئويه. اذا الصفر قد يكون مثلا هنا. رائع. الصفر هو حيث يتجمد الماء، ومن ثم 100 درجة هنا عندما يغلي الماء. ويمكن أن ترون مباشرة أن المقياس المئوي صنع اعتمادا على درجات التجمد والغليان للماء. دعونا نقول أن لدينا جسم درجة حرارته تساوي 5 مئوية، وجسم آخر درجة حرارته تساوي 10 مئوية. نعم، عندما نقارنها ببعضها البعض سنقول أن 10 هي ضعف الخمسة، وهنا يظهر فارق ملحوظ، فارق ملحوظ. رائع. لكن عندما ننظر إليها من مسافة بعيدة من هنا، 10 درجات هي هنا، نعم، والخمس درجات هي هنا، البعد أصبح قليلا. نلاحظ حينها الاختلاف بين 5 و10 درجات قليل جدا. اللورد كلفن قال بدلا من التعامل مع درجة الحرارة في السالب، نضيف 273 إلى درجة الصفر المطلق، فسنحصل على 0 درجة كلفن. نعم، إذا سنضيفها إلى الصفر المطلق.
والصفر المطلق هنا أصبح صفر كلفن، والآن أين الصفر المئوي على مقياس كلفن؟ سيكون هنا كما ترون. طبعا لاحظوا أن ما حدث في مقياس كلفن ما هو إلا نقل 273 درجة إلى اليمين على الخط هنا. رائع. إذا هذه ستكون 273 في الموجب كلفن. نعم، ومن ثم الخمس درجات ستكون 278 كلفن، والعشر درجات ستكون 283 كلفن، ومن ثم سنرى أن الخمسة والعشرة تختلف عن بعضها البعض بشكل قليل، لكن الاختلاف ملحوظ على مقياس كلفن أكثر منه على المقياس المئوي. إذا 30 درجة مئوية نضيف إليها 273 فقط. حسنا، هذه الخمسة العشرة هنا، إذا 30 مئوية ستكون هنا وهي 303 كلفن. رائع. إذا 303 كلفن. حسنا، الآن درجة الحرارة لدينا تساوي 303 كلفن. الآن يجب أن نجد ما هو الثابت المستخدم هنا. وتذكروا فنحن نتعامل مع الضغط الجوي واللتر. انتبهوا، ولكي لا أضيع الوقت فلقد كتبت عدة صيغ لهذا الثابت في الأسفل هنا، انظروا إليها بشكل سريع. سنأخذ ثابت الذي يحتوي مقام وحدته على المول والكلفن، وسترون لماذا. إذا سنأخذ هذا الثابت، إذا سنأخذ هذا الثابت الذي يساوي 82 في الألف لتر ضغط جوي لكل مول كلفن. لنكتب هنا 2 ضغط جوي ضرب 2 لتر يساوي عدد المولات ضرب 82 في الألف ضرب طبعا الوحدة لتر أتموسفير أو ضغط جوي على مول لكل أو على مول كلفن ضرب 303 كلفن. رائع. لنرى ما يمكن عمله الآن مع الوحدات. إذا قسمنا الطرفين على الضغط الجوي مثلا ستلغى، دعوني أستخدم لون آخر، ستلغى هذه هنا وهذه هنا أيضا. نعم، طبعا اللترات أيضا تلغى، وكلفن في البسط وكلفن في المقام تلغى سويا. إذا لدينا 2 ضرب 2 يساوي N ضرب 82 في الألف، نعم، ضرب 303. طبعا بقي لدينا 1 على مول. طبعا الآن سنقسم طرفي المعادلة على الناتج الذي يوجد يمين عدد المولات، هذا الرقم هنا. رائع، ونحصل على 2 ضرب 2 ويساوي 4. نعم، نقسمه على 82 في الألف ضرب 303. طبعا والوحدة هنا أصبحت مول لأن المقام هو بسط كما تعلمون. رائع، إذا لدينا الوحدة هنا هي المول، والآن حصلنا على N بوحدة المول، وهذا ما يفسر سبب انتقائنا لهذه القيمة للثابت R. لنستخدم الآلة الحاسبة. كم عدد المولات التي نتعامل معها؟ 4 تقسيم 82 في الألف تقسيم 303 يساوي 16%. إذا إن تساوي 16% مول من الهيدروجين. رائع، إذا 16 مولز أوف هيدروجين. هذا يخبرنا عن عدد مولات الهيدروجين في البالون مثلما ذكرنا. طبعا إذا أردنا عدد الجزيئات فقط نضرب ب 6.02 ضرب 10 للقوة 23، ثم سيكون لدينا عدد الجزيئات. طبعا هذا عدد أفوكادرو. إذا أردتم حساب كتلة الهيدروجين في البالون، لدينا مول واحد من الهيدروجين، 1 مول أوف هيدروجين. رائع، كم تساوي كتلته؟ كتلة الهيدروجين تساوي واحد وحدة كتلة ذرية. لدينا ذرتي هيدروجين في الجزيء، إذا لدينا 2 وحدة كتلة ذرية، 2 أتوميك ماس يونت، إذا كل مول منه يساوي 2 إغرام. في هذه الحالة لدينا هنا 16% مول. إذا أردنا أن نحولها إلى إغرامات ستساوي 32% إغرام. رائع، على أي حال أتمنى أن هذا مفهوم بالنسبة
إليكم. طبعا أهم شيء هو التأكد أنكم تستخدمون الوحدات الصحيحة عند حلكم لمثل هذه المسائل. طبعا يجب عليكم حفظ هذه المعادلة واستخدام الوحدات المناسبة دائما، ولا تنسوا تحويل درجة الحرارة من وحدة الدرجة المئوية إلى وحدة الكلفن. وسأحاول حل عدة مسائل في الفيديوهات القادمة حيث نستخدم كل الوحدات المختلفة.